مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. منتخبنا الوطني التونسي لكره القدم يلعب بعد شويه ضد موريتانيا، بعد اقل من ساعه ونص من توا تنطلق مقابلتنا الوديه مع المنتخب الموريتاني، المقابله الاولى في التربص التحضير الاخير بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي قبل الكان. نعرف نهار الاربعاء ان شاء الله باش نلعبوا ضد الكابفير، لكن مقابله اليوم نعاود نذاكر تبدا 7:30، كان تبدا 6:30، لكن بسبب تردي الاحوال الجويه نعرفوا موريتانيا جاي من تبرقه وخر في الفول نتاعو، هذاك علاش ساعة تأخير. 7:30 تبدأ مقابلة منتخبنا مع موريتانيا. 7:30 منتخبنا باش يبدأ بالتشكيلة هذه، فما بشير بن سعيد في المرمى، منتصر الطالبي، ياسين مرياح، علي العابدي، وجدي كشريدة في الدفاع، الياس الصخيري، عيسى عيدوني، محمد علي بن رمضان موجودين في وسط الميدان، معهم الياس العاشوري، نعيم السليتي وكابتن المنتخب في مقابلة اليوم، معهم هيثم الجويني كقلب هجوم. طاقم تحكيم المقابلة من ليبيا، حكم رئيسي هو أحمد عبد الرزاق، يساعدوه كل من باسم محمد وحسن التومي. الماتش نذكر يبدا 7:30 نتاع العشيه في رادس، ان شاء الله يتعدى على القناه الوطنيه الثانيه. ونذكر زاده بالنسبه للجماهير اللي مازال تحب تمشي وتخلط على المقابله، راهو الدخول مجاني اليوم للنساء والاطفال في منطقه البلوز. غدوة الأربعة في نفس الملعب في رادس يتلعب السوبر التونسي الموسم 2022-2023 بين النجم الرياضي الساحلي بطل الموسم الفارط والأولمبي البيجي صاحب الكأس في الموسم الفارط. الماتش هذا زاد يتعدى على القناة الوطنية الأولى إن شاء الله غدوة بداية من الأربعة، ومقابلة نعرف وتعرفنا على الحكم نتاعها هو الحكم كريم الخمير، وتعرفنا زادة على حكم الفار، فما فار في مقابلة السوبر غدوة، حكم الفار باش يكون أسامة بن سحاق. اليوم تلعبت مقابلات من الدور التمهيدي الاول من كاس تونس، نعطيكم الفرق اللي تاهلت: النجم العلوي، اتحاد بوسالم، منزل جميل، شبيبه منوبه، المحمديه، جرومبالي الرياضيه، منزل بوزلفه، اولمبيك غنوش، الاهلي الصفاقسي، شهاب الوردانيين، وشبيبه بومرداس. في البولين نعطيكم نتائج الجوله الخامسه: اياب الترجي ربح المرسى 3-0، الاولمبي القليبي مع بومهل 3-0، مديد بوسالم نادي حملف 3-0. هذه النتائج المتوفرة حتى التوى بالنسبة للجولة الخامسة إياب من بطولة كرة الطائرة والكرة الطائرة الفولي في تونس. كملوا بالنتائج خارج تونس، البطولات الأوروبية، ونعرف فما كوب زادة في إسبانيا، فما كأس الاتحاد زادة في إنجلترا. نبدأ بالسيريا الجولة 19، إنتر في آخر لحظات يربح إلى سفيرونا 2-1، تعادل 1-1، لكن هدف الثاني جاء في الوقت البديل، بعدها جاء ضربة جزاء إلى سفيرونا ضيعتها، دونك 2-1 إنتر ربحت المقابلة. ساسولو فيرنتينا بداية من 9:15 في كأس الاتحاد في إنجلترا الدور 32، جيلينغام مع تشيفيد يربح 4-0، برايتون يربح ستوك سيتي 4-2، بعد شوية 6:30 تشيلسي مع بريستون، وميدلسبورغ مع استونفيلا. هذا بالنسبة لإنجلترا. في إسبانيا الكوبا دير ري الدور 16، إسبانيول مع خيطافي الشوط الأول وفي بالتعادل 0-0، إلشي مع جيرونا بداية اللحظات هذه المقابلة هذه، وأرندينا مع ريال مدريد بداية من 39 دقيقة. الكوب في فرنسا الجولة 32، سوشو مع لوريون بداية من 6 انطلقت المقابلة هذه، ونيس مع سير بداية من 9:15. النشرة هذه وكل الأخبار موجودة على www.mosaikafm.net.